مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الفترة الإخبارية المسائية. أعلنت المحكمة الدستورية برئاسة عمر بالحاج اليوم السبت عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. قال رئيس المحكمة الدستورية خلال عرضه لنتائج الانتخابات أن نسبة المشاركة العامة قد ناهزت 46.10%. يضيف كذلك المتحدث رئيس المحكمة الدستورية خلال عرضه أن المترشح الحر عبد المجيد تبون قد تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية. تحصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المرشح لولاية ثانية على 7,976,291 صوتا، أي ما يمثل نسبة 84.30%. جاء بعده المترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسني الشريف في المرتبة الثانية كما قلت ب904,642 صوتا، أي ما يمثل نسبة 9.56%. كما تحصل كذلك المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيش على 580,000 صوت و495، ما يمثل 6.14%، ليحل بذلك في المرتبة الثالثة في هذا السباق الرئاسي. رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج قال إنه قد تمت دراسة الطعنين المدعين أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المترشحين يوسف أشيش وعبد العالي حسني الشريف، واللذين قد تم قبولهما من حيث الشكل والمضمون، وبعد مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات وتصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع. يضيف عمر بالحاج توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية: بالنسبة للعدد الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 24,251,551. بالنسبة للعدد الإجمالي للناخبين المصوتين 11,226,065. نسبة المشاركة العامة كما ذكرنا منذ قليل ناهزت 46.10%. بالنسبة للأصوات الملغاة 1,764,637 صوتا ملغا، وكذلك أيضا بالنسبة للأصوات المعبر عنها 9,461,428، الأغلبية المطلقة 4,730,715. للحديث أكثر مشاهدين حول هذه النتائج دعونا نربط الاتصال بالأستاذ الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي. أهلا بك دكتور. مرحبا أستاذة، أحييك وحيي السادة المشاهدين الكرام. قراءتك لهذه النتائج دكتور خلف الله؟ قراءتنا نعتقد بأن هذه ترجمة حقيقية لما جاء به دستور 2020 وما تمخض عنه من نظام أو قانون الانتخابات 2021 الذي قضى بإنشاء هيئة يتم التظلم أمامها، وهي المحكمة الدستورية التي اليوم تعتبر الضامن لكل من ضاع حقه. وهذه النتائج التي أعيد النظر فيها من خلال الإفصاح الأول والتصريح الأول الذي جاءت به صرحت به السلطة المستقلة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم يتم رفع تظلم وطعن من مرشحين، هذين الطعنين تم قبولهما في الجانب الشكلي وفي الجانب والجانب الموضوعي، وتم تصحيح وتصليح وتصويب ما الثغرات التي تركتها النتائج الأولى. فكانت النتيجة كما أشرت في مقدمتك على أن النتائج
عادة النصاب لكل من ضاع حقه، وهذا دليل على أن هذه الهيئة اليوم أصبحت أسست، أو اليوم الجزائر تؤسس إلى عملية تبني ديمقراطية حقيقية، ليست ديمقراطية شعارات وليست يعني تصريحات فقط، بل اليوم هناك هيئة يتم التظلم أمامها، وقد درست هذا التظلم وقد أعطت وأعادت تصويب وتصليح هذه النتائج التي واضح جدا أنها كانت قد جانبت الصواب في هذه ما أعطته من نتائج. اليوم نقول بأن قلت بأن الجزائر اليوم تؤسس إلى عملية انتخابية وعملية ديمقراطية، وهذا ما يجعل يعني أننا نتطلع إلى أن هذه أو يعني اليوم نحن ننظر إلى المحكمة الدستورية التي هي تمارس مهامها لأول مرة في ظل هذه الانتخابات الرئاسية، التي اليوم أكدت حقيقة أن الجزائر تصنع الحدث، وأن الرسائل التي جاءت من رؤساء دول ودول فاعلة في المجتمع الدولي، وهذه الرسائل بالتهنئة ورسائل التي باركت وزكت هذه الانتخابات دليل على أن الجزائر اليوم تعيش ديمقراطية حقيقية، أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون يعني يستند إلى شرعية شعبية لا يمكن الطعن فيها ولا يمكن، والتزكية وهذه التبريكات من الدول فاعلة في المجتمع الدولي نعتقد بأنها تزكية حقيقية وشرعية لهذه الانتخابات، وأن رئيس الجزائري اليوم أمامه ملفات كبيرة، ملفات على المستوى الداخلي، ملفات على المستوى الخارجي، وما هذه الاتصالات الهاتفية التي جاءت من رؤساء سواء ما تعلق برسالة أو بالمكالمة الهاتفية التي جاءت من ولي العهد السعودي أو الرئيس المصري، أو أيضا الرسالة التي نقلتها المستشارة مستشارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقد استقبلها، هذه نعتقد بأنها كلها أن المجموعة الإقليمية، المجموعة العربية والمجموعة الدولية أنها تنتظر دور الجزائر. دور الجزائر اليوم دور مهم، وهو مهم في كل المعادلات سواء ما تعلق بمعادلة الأمن، معادلة الطاقة، معادلة السلام التي اليوم تعيش اختلالات كبيرة، هذه الملفات الساخنة، هذه النزاعات الحاصلة اليوم أيضا فوق كل الملفات، نعتقد أن القضية الفلسطينية حاضرة من خلال هذا الإجرام الحاصل في حق الشعب الفلسطيني والإبادة التي تقام يعني في حق الشعب الفلسطيني، ورسالة السنوار للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إشارة أخرى إلى الدور الذي تقوم به الجزائر تجاه هذه القضية الإنسانية. طيب اليوم كيف ينظر إلى هذه النتائج كذلك خارجيا، خاصة وأنت تعلم بأنه الكثير من الجهات كانت تراهن على فشل هذه الانتخابات؟ نعتقد بأن الرسائل، أنا قلت في بداية كلامي أن الرسائل التي جاءت من دول وعواصم فاعلة في المجتمع الدولي هي تأكيد واضح بأنها تزكية لهذه الانتخابات، وأنها تعطي الشرعية الكاملة لهذه الانتخابات. فلا اليوم هؤلاء الذين يريدون تشويه أو الطعن في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، اليوم كل أوراقهم ذابت وتمزقت من خلال هذه الرسائل. فنعتقد أن المكالمات والتهاني والتبريكات أتت لم تنتظر حتى منطوق المحكمة الدستورية. لماذا؟ لقناعة تامة من هؤلاء على أن الانتخابات زكت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. لما تطلبه المرحلة من وظروف القاهرة التي تعيشها الجزائر بالدرجة الأولى والمنطقة المغاربية والمنطقة الإقليمية القارية والدولية، على أن هذا الرئيس الذي بدأ بورشات
سواء في الجانب الداخلي على الجانب المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، نعتقد بأنه يجب أن يكون له الوقت الكافي لإتمام هذه الورشات وهذه الملفات التي فتحت، ملفات ساخنة بكل نقولها بكل موضوعية، ملفات ساخنة على المستوى الدولي. من يستطيع أن يعني يذهب ويدفع بهذه الملفات يعني، والضرورة تدعو إلى ذلك. أعتقد بأن هذه الرسالة أو الرسائل والمكالمات هي دليل واضح على تزكية دولية من عواصم فاعلة في المجتمع الدولي، من الصين، من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا. فرنسا تبقى الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن والدولة المحورية في الاتحاد الأوروبي، وبحكم العلاقات التاريخية والتي تربط الجزائر بفرنسا والملفات العالقة والعلاقات الحساسة والمتميزة بين الجزائر وفرنسا، نعتقد أن المكالمة الهاتفية لماكرون ورسالته التي نقلتها مستشارته إلى رئيس الجمهورية، نعم، هذه كلها في اعتقادي هي إشارة إلى أن هذه انتخابات شرعية، وأن الرئيس عبد المجيد تبون يستند إلى شرعية شعبية لا يمكن الطعن فيها. طيب دكتور خلف الله، ابقى معنا، دعونا نتابع أولى ردود الفعل عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي من قبل المحكمة الدستورية. رئيس حركة مجتمع السلم حساني محمد شريف عبد العالي، الذي كان مترشحا في هذا السباق الرئاسي، تمنى التوفيق للرئيس تبون عبد المجيد، و تمنى له التوفيق للقيام بإصلاح سياسي عميق. أكد كذلك أن مسار التقويم للانتخابات سيأخذ منحا مؤسساتي على مستوى الحركة. نتابع. وبعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من طرف كل من المترشحين حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم، أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية، واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات، وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية: العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. إذا مشاهدينا، كانت هذه كلمة لرئيس المحكمة الدستورية التي أعلن فيها عن النتائج النهائية. دعونا نعود نتابع تصريح المترشح للرئاسية عبد العالي حسني شريف بعد الإعلان عن النتائج النهائية. نتابع. نتمنى لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن والقيام بإصلاح سياسي عميق يساهم في مراجعات ضرورية لكل المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية. ونؤكد على أن مسار التقييم لهذه الانتخابات في إطار حركة مجتمع السلم سيأخذ المنحة المؤسسات. إذا مشاهدينا، تابعنا هذا التصريح لرئيس حركة مجتمع السلم حسني محمد شريف عبد العالي. دكتور خلف الله. نعم انا معك، اسمعك. دكتور خلف الله، محمد شريف عبد العالي حساني تمنى التوفيق للرئيس القادم، وتحدث كذلك عن الاصلاح السياسي العميق وعن مسار التقويم للانتخابات الذي سيأخذ منحة مؤسساتي على مستوى الحركة. كيف نقرا رد الفعل لعبد عبد العالي حساني شريف عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات؟ تفضل. أعتقد أن هذا التصريح لرئيس حركة مجتمع السلم الأستاذ عبد العالي حساني هو تصريح مسؤول، وينطلق من المسؤولية التي يلقيها
هذا الرجل من خلال مشاركته في الانتخابات، وأن ما قام به في حملة انتخابية سجلها يعني تسجل في تاريخ الجزائر، نعتقد بأنها تنطلق من يعني خطاب مسؤول، خطاب ينظر إلى الضرورة التي تستدعي الوقوف مع الجزائر في هذه الأيام في هذه التحديات التي تواجهها الجزائر. فأعتقد بأن الرجل ينظر إلى حقيقة إلى جسامة هذه الملفات التي كنا نتحدث عنها في البداية على الملفات الساخنة، وبالتالي هو يتمنى له التوفيق. وحقيقة أن الجزائر اليوم يجب أن الجميع أن يساهم الجميع في التقديم يد العون والمساعدة لهذه التحديات التي تواجه الجزائر. اليوم المسؤولية ليست فقط ملقاة على رئيس الجمهورية، بل اليوم على الكل، الكل يتحمل بما فيه الأحزاب السياسية التي اليوم ما زالت مسؤوليتها مطروحة على من جانب التكوين، من جانب التأطير، من جانب أخلقت العمل السياسي الذي نسعى إلى تصحيحه وتصويبه وتصليحه ودفعه إلى الأمام. هذه التجربة الجزائرية التي تبقى مصب واهتمام الكثير والعديد من الدول التي اليوم تعيش ليس بالحوار عن طريق المشاريع السياسية، حوار عن طريق بالسلاح وبالرصاص. بكل أسف اليوم الجزائريون يجمعون على أن الجزائر تعيش في استقرار حقيقي، استقرار سياسي يؤسس إلى عملية انتخابية، عملية ديمقراطية. التصريح تصريح عبد العالي حسن الشريف نعتقد بأنه ينطلق من هذه المعايير، من هذه الأسس، وأن حركة مجتمع السلم نعتقد أنها أيضا مؤسسة تلقي على عاتقها مسؤولية كبيرة في أنها تقدم يد العون لمؤسسات الدولة من خلال مشاركتها في هذه الانتخابات الرئاسية التي أعطت شرعية حقيقية وهذه الرسائل الدولية التي تأتي. المشاركة نعتقد أيضا أنها أعطت منافسة شريفة ومنافسة شفافة، واتفقت هذه البرامج التي تقدمت وطروحات التي تقدمت إلى الناخب الجزائري على أهم الملفات التي تهم المواطن الجزائري سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. طيب ابقى معنا دكتور خلف الله، دعونا نتابع كذلك في أولى ردود الفعل. الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك قال إن الشعب الجزائري قد خاض بنجاح الانتخابات الرئاسية المسبقة، وثمن في كلمته جهود المحكمة الدستورية، وقال بأن النتيجة المتحصل عليها صفعة لمن راهنوا على فشلية الانتخابات. نتابع. نهني أنفسنا ونهني كل الشعب الجزائري على هذه الانتخابات المفصلية بالنسبة للجزائر، كما أثمن عمل المحكمة الدستورية في إعطائنا النتائج يعني بالتفصيل. وها هي بعد إعلان المحكمة الدستورية بحصول المترشح الحر عبد المجيد تبون على 84.30% من أصوات الناخبين، والإخوة كل من عبد العالي حسني والأخ أوشيش يوسف بعبد العالي ب 59.56% والأخ أوشيش ب 6.14%. هذه النتيجة تعبر عن تلاحم الشعب الجزائري وإعطاء صفعة للذين كانوا يراهنون على فشل هذه الانتخابات. كذلك أيضا هنأ الأمين والعام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي الشعب الجزائري والرئيس عبد المجيد تبون على توليه عهدة ثانية لتسيير شؤون البلاد، وقال إن الجزائر دولة مؤسسات، وإن الشعب هو صاحب القرار وليست الأبواق والكيانات الخارجية. نهني الشعب الجزائري على نجاح هذا الاستحقاق الذي يعكس مرة أخرى وعي هذا الشعب، وعندما
تكون هناك نداء لهذا الشعب من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة المؤسسات إلا ويقول نعم. النقطة الثانية أيضا، دعوني أهنئ السيد رئيس الجمهورية على توليه لعهدة جديدة شؤون البلاد وتسيير هذه الجزائر، الجزائر الكبيرة القوية الشامخة إن شاء الله. الجزائر دولة مؤسسات، الجزائر دولة الديمقراطية كما قلناها من قبل، فالوحيد الذي يقرر وهو السيد هو الشعب، من أعطى لرئيس الجمهورية السيادة وتوليه منصب رئيس الجمهورية هو الشعب الجزائري، ليست الأبواق الخارجية أو اللوبيات أو الكيانات أو الجماعات التي كانت من حين إلى آخر تريد بعض الإملاءات على الجزائر. الحمد لله. وكذلك أيضا قال رئيس حزب جبهة المستقبل فتح بوطبيق في ندوة صحفية عقدها عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، قال إن الشعب الجزائري بانتخابه بالأغلبية المطلقة المرشح عبد المجيد تبون ليكون رئيسا لعهدة ثانية قد اختار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. نتابع. كنا دائما نحرص على تعبئة وطنية لأننا نؤمن بإرادة الشعب الجزائري ونؤمن بإرادة المؤسسات ونؤمن وكذلك تفاديا للكثير من التحديات التي تمر بها الجزائر داخليا وخارجيا. الأكيد اليوم هو نجاح الجزائر، نجاح الديمقراطية، ونتمنى التوفيق للسيد عبد المجيد تبون رئيسا للعهدة الجديدة. وما نيل ثقة الشعب الجزائري لهذه العهدة هو تمسك بخيار الإصلاحات وعلى رأسها التحول الاقتصادي وعلى رأسها التحول الاجتماعي المنشود وعلى رأسها بناء جزائر جديدة بأسس ومعايير تختلف تماما عن الماضي. دكتور خلف الله. نعم. أهلا نعم. بك من جديد. دعني أقف عند آخر تصريح لرئيس حزب جبهة المستقبل يتحدث عن اختيار الجزائريين لمسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. اليوم هي التحديات التي ستواجه الرئيس عبد المجيد تبون، تفضل في هذا المجال. أعتقد أن أول تحدي هو مواصلة المسيرة والانطلاقة الأولى والأرضية التي تم بناؤها في على مستوى الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب القضائي. احنا كنا نتكلم على التأسيس لمنظومة قضائية وقانونية وحقوقية. اليوم هذه الضمانات التي قدمها قانون انتخابات 2021 من خلال تأسيسه لهذه المؤسسات الدستورية بينها محكمة دستورية، أعتقد أيضا من التحديات الأخرى وهو الجانب الاقتصادي والسياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في فترته الأولى من خلال تنويع الشريك الاقتصادي، من خلال سياسة الندية والمصالح والمصلحة الجزائرية التي هي رقم واحد في أي علاقة تجارية أو علاقة اقتصادية. أيضا فيما يتعلق بإعادة النظر في اتفاقيات كانت تأتي على مصالح المصالح الجزائرية، من بينها اتفاقية التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، أيضا فيما يتعلق بالاتفاقيات الأمنية والاتفاقيات التي تربط الجزائر بمختلف الكيانات الدولية والمنظمات، أيضا فيما يتعلق بالمسار الإصلاحي الداخلي فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي فيما تعهد به رئيس الجمهورية من خلال التزاماته 54 ومن خلال التعهدات الجديدة، من خلال مواصلة مسيرة الإصلاح، مواصلة هذا التعسف الذي ما زال يمارس في بعض الإدارات، الفساد الذي ما زال يمارس في بعض الجهات، هذه الانتهازية وبعض الثغرات التي ما زال يستغلها أمراض النفوس والذين لا يريدون للجزائر أن تنطلق وأن تكون صورة ناصعة، هؤلاء الذين حاولوا تشويه الصورة الانتخابية. أعتقد بأن هذه كلها تحديات بالإضافة إلى التحديات الخارجية فيما يتعلق بالملفات والعلاقات الدولية التي تربط الجزائر في مسارها النضالي، في مسارها الإصلاحي، في مسار السلام، إحقاق السلام، في مسار هذه الوساطات
التي تقوم بها الجزائر في مسار دبلوماسية. نحن لاحظنا في الحملة الانتخابية أن المترشحون الثلاثة أجمعوا على ما يسمى بمصطلح تعزيز الدبلوماسية الجزائرية. هذا التعزيز نعتقد أنه يحتاج إلى دفعة جديدة ونفس جديد فيما يتعلق بالدور الجزائري في على مستوى المجلس الأمن، على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مستوى إصلاح الجامعة العربية، على مستوى أيضا على مستوى المنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى الاتحاد الإفريقي. وما اليوم المسؤولية الملقاة على عاتق الجزائر، وأن المجموعة القارية تنتظر الدور الكبير الذي هو والأفارقة قد صرحوا بذلك على أن الجزائر لها دور كبير في المرافعة على المصالح القارة الإفريقية. طيب، ما الذي سيجعل العهدة الثانية مختلفة عن العهدة الأولى دكتور خلف الله؟ أعتقد أن أول اختلاف هو أن اليوم العهدة هذه تنطلق من استقرار سياسي واضح. من هناك طمأنينة يعيشها الناخب الجزائري والمواطن الجزائري، على عكس 2019 الذي كان يعيش فيها المواطن الجزائري ارتداد سياسي وردات وعدم استقرار وضغوط دولية ومخاوف ويعني تشعبات فكرية وأيديولوجية كانت تسوق من هذه الجهة ومن تلك. اليوم هناك ثوابت واضحة من خلال المرافعات التي تمت في خلال الحملة الانتخابية. كان هناك خطاب مشترك وعلى أن الثوابت ثابتة لا نقاش فيها، لا نقاش في الهوية الجزائرية، في الثوابت الجزائرية، في إيديولوجية الجزائر. هناك هذه قد فصل فيها دستور 2020. اليوم فيه استقرار، هناك التطلع إلى إصلاحات عميقة، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات سياسية أخلقت العمل السياسي، الدفع بالمنظومة الاجتماعية. أعتقد أن هذه كلها تختلف على 2019 التي كانت يعني في الحقيقة الجزائر في منعرج خطير، كاد بالجزائر أن تدخل فترة غير دستورية وهو الذي لا يحصل اليوم. فالجزائر اليوم تنطلق من المسار الدستوري، مسار ثابت وسلام واستقرار واضح، وبالتالي فهذا أكبر مكسب تعيشه الجزائر. والدليل على ذلك أن الانتخابات الرئاسية تمت بهذه الصورة الرائعة، رغم أنها جاءت في فترة عطل وفي فترة توحار. وبهذا نقول بأن هذه أهم وأبرز هذه الاختلافات التي بين انتخابات 2019 وانتخابات 2024. شكرا جزيلا لك الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا. مشاهدينا، نصل إلى ختام هذا الجزء من هذه الفترة الإخبارية، لكنها تتواصل بعد قليل مع زملاء في أخبار الرياضة وفي المحليات. ألقاكم إن شاء الله عند 8:30. السلام عليكم.